بيرا هيلعب ازاي بكره؟ شايف بكره هيلعب ب 3 4 3 بالشكل التقليدي اللي عمله معانا اخر 3 لقاءات والطريقه الجديده اللي حفظ بيها اللاعبين، ولا مع غياب الونش، مع غياب محمود علاء، مع غياب بعض اللعيبه الاساسيه اللي كان بيشتغل عليها في التشكيل ده، هيرجع مره تانية ل 4 3 3؟ لا هو هيلعب بنفس الطريقه، لان اصل الغيابات مش في مثلا اماكن او مراكز ان انت ممكن تغير طريقتك. انت كده كده بتلعب باتنين في القلب الدفاع، فانت هتلعب باتنين، يعني هيبقى كده هتلعب باتنين في قلب يعني الدفاع. هيلعب 4 ورا ولا يلعب 3 ورا؟ لا هيلعب، هيلعب يعني واخر لقاءين مع اسوان ومع الاسماعيلي فاجئنا ب 3 4 3، تمام. كان بيلعب ب 3 ورا في خط الدفاع وكان علاء والوينش وعبد الغني. كان برضه خلي بالك كان عندك فيها مشاكل، يعني ماتش اسوان يعني شوف انت كام لعبه بس لما اللعيبه وركلتين ترجمت جزاء. التشكيل بس هضمته كويس، انا كنت ماتش الاسماعيلي كان فيه ابداع. انا كنت ممكن اخسر من اسوان، خلي بالك ماتش هو اخذ الريسك، هو فريرة اخذ اخد الريسك الريسك وكان فيه والكوره مغامره كبيره. ساعدته. فانا شيء انا يعني طبعا هو اضرب حاله لعبته وباللعبه الموجوده والقماشه اللي موجوده، لكن انا شايف دايما ان انا بلعب باتنين في القلب، اقفل القلب، لان الثلاثه خلي بالك بيبقى في برضه بينهم مساحات، يعني الثلاثه لما بيلعبوا في بينهم مساحات، لكن لما بلعب باربعه بيبقى انا عندي قافل، لازم اقفل قدام المرمى بشكل كويس خلي بالك، فمش عايزين مجازفات. وبعدين ماتشات الكاس بتبقى ماتشات مش محتاجه طب مغامرات. اللي هيلعب ب 4 ورا مين يكون موجود؟ يعني انت عندك باك ليفت في عبد الشافي عبد في عبد الشافي الله، وفي عبد الله. الاثنين جاهزين. تمام. عبد الغني موجود، عبد الغني هيبقى موجود طبعا اساسي، حسام عبد المجيد يكون موجود جنبه. وارد يكون حسام عبد المجيد موجود، وارد يحط حد من نص الملعب، بس هو هو ممكن فرينا برضه خباك من المدربين اللي قلبها جامد يعني، فما بي مش ممكن ما يغامرش، ممكن يبقى حسام عبد المجيد وهيبقى عبد الغني، وهيبقى ناحيه الشمال عبد الشافي او عبد الله جمعه، ووارد يكون عبد الشافي اللي يكون بادئ المباراه بكره، وكمان لانه برضه خلي بالك هو محتاج خبرات شويه بكره في الملعب، ممكن عبد الله يكون في خط النص ويستفاد بيه ممكن، او ناحيه اليمين ناحية وارد، اليمين في محمد طارق ما ممكن هو في يلعب مكان زيزو، ما زيزو مش موجود فهو كوينج. كوينج يمين، فممكن هو يحط عبد الله جمعه بكره مكان زيزو، يعني يلعب عبد الله لان زيزو مش موجود بكره. وباك رايت حازم امام، ما حازم عنده إصابة لسه، حازم مش عارفين مصاب، هيبقى جاهز بشكل كبير اذا ولا ما لا. كانش حازم امام هيبقى حازم مصاب. مرتوسي مش جاهزين، لا حازم مرتوسي هو مرتوسي كده كده بعيد، بس ونجم الثلاثة. هو طبعا نجم بيجيد فيها بشكل كويس شويه، ممكن لو نجم ممكن هو يبدا بناحيه اليمين ويحاول ان هو يشوف مثلا ما هو مسلوسي كده كده خارج الماتش، لا المسلوسي ونجم اصابته طويله. وحازم لسه ما اتاكدش هو هيكونوا ممكن ان جاهزين شاء ولا الله لا. حازم باذن الله يلحق بكره، لان اتمنى. طب احنا لو حازم في شك في الاصابه يريحه الماتش القمه؟ طبعا يريحوا الماتش الاهم، لان الماتش الاهم، لان مفيش حد غير في البكرات غير حازم امام، فانا مش هجازف بيه بكره. يعني ممكن بكره نشوف حد من فريق الامل. وارد نشوف حد ممكن في فريق الامل بكره، ووارد يعني عندك انت في اكتر من لاعب ممكن بيشتغل، يعني نجيب حد من نص الملعب يشتغل في الحته اسلام دي. مثلا، اسلام لسه هقول لك انا اسلام، بنفكر مع بعض صوت عالي. الله هو يكون في طبعا عون فريرة. اشول، هو اشول، بس يا جماعه احنا بنتكلم في ايه؟ الله يكون في عون فريرة. لا هو هي مشكلته خلاك بكره بس في حته الباك رايت لو مش موجود، وخط النص، ونص الملعب هتبقى ناحيه اليمين، بس هيبقى عنده نجم لا زي ما خط قلت لك. النص عندك مين في خط النص؟ رؤى هي الديفندر ماشي، عندك، هيبقى رؤى في نص وبرؤى الملعب، واسلام. رؤى وهو غالبا، بص غالبا لان برضو انت عارف انت لو في حد في نص الملعب كان خلى اسلام ممكن ممكن نشوف ماجد هاني. باك رايت. هو اللي هيلعب بكره في نص الملعب انا بقول لك رؤى واسلام جابر، ماشي، دول هيبقوا في القلب، احنا لسه هنشوف مين الباك رايت. هيلعب في خط الظهر ورا بثلاثه يعني ب 4، هيبقى في بكرات لسه ممكن نشوف هو ممكن نشوف يحط حد مين، في الامل، هيبقى عبد طارق مثلا، الغني، وهيبقى ممكن عبد حسام عبد المجيد، المجيد، وهيبقى ناحيه الشمال عبد الشافي او ماشي عبد الله. عبد الجمعه، في والاقرب الحاله دي عبد الشافي اقرب، لو ممكن نستغل عبد الله فكوينج. ناحيه اليمين زي ما انا قلت لك لغياب زيزو. ماشي، اذا بقى فكر ان هو يبدا بعبد الله جمعه ناحيه الشمال ويحط اوناجم ناحيه اليمين حاجه ثانيه، بس اوناجم دايما من نوعيه اللعيبه اللي لما بتنزل ومش جاهز لسه النهارده. النهارده في التدريب كان بيعمل تأهيلات، ما كانش راجع. مشاركش في فانت مش لو هتديله مشاركش في هتديله التدريب جزء، الجماعي. حتى لو هو جاهز، ونجم دايما من نوعيه اللعيبه لما بتدي له وقت في الشوط الثاني بيقدر يعمل اضافه. طب هو في حل بكره لو جاهز 100% طبيا؟ شيكا. شيكا. شيكا جاهز خلاص، شيكا عدى التأهيل. بس شيكا خلي بالك برضو جاي من فتره وينج طويله وينج شويه، وينج رايت، مفيش احسن فانت منه. برضو انت عايزه ماتش، محتاجه ماتش الاهلي، خلينا ما هي دي فكره، هو بيفكر ما تدوسش عليه من اول المباراه يعني. ممكن شيكا يكون تبديلة، أو انا لا يا تبديلة يا ينزل أول نص ساعة يخلص لا اللقاء. وجهة نظري الشيكا ما يبدأش بكره،
وجهه تبديله. اه شيك ما بداش بكره، ليه ما تحرقوش بدري، ولا قدر يحصل حاجه، افترض الامور مشيت بشكل كويس والدنيا تمام وبتاع وخلاص، اديله في اخر ربع ساعه بس كده شويه عشان اجهزه الماتش. ايه ممكن بكره نشوف مثلا سيد نيمار، نشوف لعيبه من فريق الامل الوينجات. سيد نيمار بيلعب ناحيه الشمال، اه بيلعب ناحيه بن شرقي، ممكن يفكر يلعب في مكان تاني، ممكن نشوف بعض اللعيبه تانيه، ولا مش هينفع يغامر عدد كبير. خلي بالك سيد نيمار اصلا كان بيلعب باك رايت، دي حاجه انا بقول لك عليها، هو وارد تشوف سيد نيمار بكره باك رايت، لان كان انا كنت ماسك فرقه ال 2000. اه عارف، كان طارق السيد كان هو المدير الفني، كنت انا مشرف على الفرقه، فكان سيد نيمار بيلعب معانا باك رايت، لعيبها كتير وبيشتغل فيها كويس. وارد بكره ان لو حازم امام مش موجود ان هو يبقى موجود، وطبعا هيبقى عندنا يوسف اسامه نبيه ويوسف اوباما. يوسف اوباما انا بتكلم عن يوسف اوباما، وفي طبعا هيبقى عندك سيف الدين الجزيري، وفي عمر السعيد. طب احنا ما عندناش مشكله في الناحيه النازعه الهجوميه.